إذا مع السيدة فاتحة غنوجدوا الكيك المالح. نعم نعطيكم حين شاس ببطاطا. تفضلي. السيدة هادو محبوبين عند الأطفال. عندنا 500 غرام ديال البطاطا مسلوقة. نعم. كاس ديال سنيدة. كاس ديال الزيت. إيه. نص كاس حليب. شوية ديال الخميرة معجونة. بيضة. زبيب ولا شوية ديال لي فرويل زين. إيه. ودقيق حسب الخليط. نجمعوا مقادير كاملة، نجمعوها بالطحين. وغادي نحربلوها بحال شكل ديال المحينشات، حربلة رقيقة وندوروها بحال شكل ديال المحينشات. صافي نخليوها حتى تدهن بشوية ديال البيض. ونخليوها حتى تخمر وتدخل الفران. نعم. تحمر واحد شوية وتخرج. البطاطا راها حتى هي مع العجين. بطاطا مع العجينة، بطاطا مسلوقة ومطحونة. تخلط مطحونة وتخلط مع جميع المقادير وتجمع بالطحين. نعم. إذا هذا تجمع بالطحين حتى تولي عجينة بحال شكل ديال العجينة في الطحين. أها. نقاتها. أها. صافي تحربل حريبلات رقاق. شوية طوال ونحربلو وندوروها على شكل ديال المحينشات. نعم. ندهنوها بالبيض ونخليوها حتى تخمر وندخلوها للفران. نعم. تحمر من الفوق ونخرجوها. نعاود معك المقادير. عندنا 500 غرام ديال البطاطا مسلوقه ومطحونه. كاس واحد ديال سنيده. كاس واحد ديال الزيت. نص كاس ديال الحليب. شويه ديال الخميره المعجونه. بيضه وحده. غنديروا ايضا الزبيب او الفواكه الجافه بحسب الاختيار غير من اجل التزيين. وعندنا الدقيق حسب الخليط. نعم. إذا العناصر كلها كنجمعوها مع بعضها وكنخليو الدقيق هو الاخر كنجمعو به. كنجمعو العجين ديالنا بالدقيق وكنكونوها كنكونو دي بودان رقاق وكندورهم على شكل محينشات كندهنو بالبيض وندخلو الفران يطيب. نعم. كيجيو هكا يا محينشات ما كتعرفيهم واش بل فيهم البطاطا ولا شنو فيهم؟ لا لا ما تيبانوش واش البطاطا وتيجيو زوينين محبوبين عند الأطفال. تبارك الله عليك.